كل حالات الكاس هذه فات تسعة كامل جو بونس كو هذه اللي عندها طعم خاص لانه ضد غريم الغريم تاعنا اللي هو مولودية الجزائر اللي نهنيوهم ثاني تاع البطوله تاعهم. سيتي ان ماتش الحمد لله جاست سبورتيفيتي كان فير بلاي في التيران كان في لي غرادان. نظن مباراة صعبة اليوم، الحمد لله اليوم اللاعبين كانوا رجال فوق أرضية الميدان، حاربنا لآخر دقيقة، نظن المباراة عندنا 15 يوم احنا نحضروا لها، سيرتو في الراس حضرنا لها كما ينبغي، الحمد لله اليوم فوز مستحق، نعطيهم الصحة اللاعبين أنصار، ستاف تكنيك، ميديكال كامل اللي يحبوا أنصار شباب بالوزداد، اليوم نعطيهم الصحة ونظن انتصار مستحق، من حقهم أنهم يفرحوا ومن حقنا احنا اللاعبين أن نفرحوا. الحمد لله يا ربي نشكروا الأنصار وين خيبناهم خيبناهم. جا اليوم من فرحنا ونظن باللي الكاس تحب شباب بالوزداد من الاخر. الحمد لله فوز مستحق وتتويج تاريخي بالتاسعه. نشكر الجوار، طاقم الاداري، طاقم الطبي، الانصار كامل يعطيهم الصحه. الحمد لله فرحه تاع اليوم ما تتنساش، وان شاء الله خويا المزيد من التوفيق ان شاء الله والالقاب ان شاء الله.